بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بواتا فيتاس نتاع بيجو سيتروان، سموهم هذوما فيتاس نتاعهم سيمي اوتوماتيك. سمعتها سيمي اوتوماتيك معناتها الامبرياج الكترونيك بالزيت، يعني البوات هذه المحرك نتاعها يركب على السيارة العادية ويركب على السيارة كما هذه، يعني بالنسبة للمحرك. أما البوات ما تركب كان على الموديل نتاعها هي. سمعتها سيمي اوتوماتيك، شو معناتها امبرياج اوتوماتيك؟ هي كون الامبرياج هذه اللي هو اللي يخدم البي تي هذه، اللي باش يخدم ننزل على الامبرياج في عض. انت تنزل على البيدال ساقك اليسار، يعني برجلك اليسار. لا هو فما عمليه يعملها الجهاز هذا اللي هي مراخه زيت تاع امبرياج، اللي هي تمشي بزيت الفرامل كيس الامبرياج، يعني ينزل على يخرج الزيت منها المضخة وتمشي طول للبيتي باش تنزل على الامبرياج. هذه عملية اللي يعني الفرق بين، اما هي كبوات بوات عادية مش بوات اوتوماتيك، هي عادية تنجم تركب على العادية وتركب على السيمي اوتوماتيك. يعني فيها كارتة، عاملين فيها كارتة وعاملين فيها يعني الجهاز هذا كله باش يخدم مكان الامبرياج ومكان الفيتيس. يعني حتى الفيتاس يخدم به في نفس الجهاز، لان اوتوماتيك حتى الفيتاس يعني اوتوماتيك، انما مش البوات اوتوماتيك، الا الفيتاس اوتوماتيك. هو هذا الامبرياج يسموه امبرياج فيتاس سيمي اوتوماتيك او امبرياج اوتوماتيك، يعني اما بوات